شكرا بدايه رمضان مبارك كريم مع الجميع ونتمنوا الله سبحانه وتعالى انه يدخل عليكم جميعا وعلى المواطنين عامه بالصحه والسلامة وباليوم وبالبركات اولا انا هنالك اجيب على الاسئله والاسئله تكون محدده والسؤال واضح وما كنش علاش لا على بعضياتنا ونخليو هذا الجو هذا اللي حنا كنشتغلوا فيه دابا هذه واحد السنه ونصف البرلمان والترافع في البرلمان راه والبرلمان غير من هنا على محمد خميس ولكن يتطلب انه ترشح انتخابات وتنجح ويكون عندك القدره باش تجيب الاصوات وتعبا المواطنين حول المشروع السياسي ديالك وتفضل فرجاء اليوم الاول ما بغيتش نقاطع حتى واحد لكن نحن هنا لكي نستمع الى اسئله ونقدم اجابات باش نشوف هذا المسار اللي حنا انطلقنا فيه ديال البناء والبناء المشترك والاحترام والتقدير طبعا سيبقى دائما لكل فرد فرد